خلينا نروح لهنا وهي موجوده دلوقتي في فرع النادي في الجزيره ونعرف اخر التطورات كمان. هنا بونجور، صباح الخير، احكي لنا بقى كل التفاصيل اللي عندك الخاصه بيه. صباح الخير عليكم. الخاصه بالتدريب وكمان لو في كواليس لزياره او حضور كابتن محمود الخطيب، احكي لنا عن الطقس، احكي لنا عن الاعضاء دلوقتي وتوافدهم على الفرع عندك. اتفضلي يا هنا. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة، وأكيد يا نهاوند كمان هنقل لكم كل الأجواء داخل النادي. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. الفريق كان عنده مران صباحي بالظبط الساعة 9 صباحا، وزي ما قلت يا نهاوند هايلايت المران كان وجود كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. الحقيقه دايما بيكون دعم وبيقدم دعم كبير جدا للفريق في الاوقات المهمه، يعني طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا خلاص داخلين على الموسم الجديد، عندنا طموحات كبيره جدا للموسم الجديد ان احنا ان شاء الله نحقق موسم استثنائي ونجيب عديد من البطولات للنادي. الفريق كمان هيكون عنده مران وفتره ثانيه هيكون مران مسائي، وبقى المران ده كمان هيشهد عوده اللعيبه الدوليه مره اخرى للمران الجماعي للفريق. وكمان النهارده ان شاء الله اللاعب المالي اليو ديانج واللاعب التونسي علي معلول هيصلوا للقاهره، ويبدا بقى سكواد النادي الاهلي يكتمل مره ثانيه ان شاء الله. كمان خليني اقول لكم انه الفريق خاض مران مسائي امس، المران طبعا كان هنا ايضا على ملعب مختار التتش. خلوني اكلمكم اكتر عن المران. مستر مارسيل كولر كالعاده كان حريص على عقد محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المران عشان بقى يحدثهم عن بعض الامور الفنيه الخاصه بالمرحله المقبله. بشكل عام المران الاول بدأ بتدريبات بدنية في صالة الجيم، بعد كده كان في تدريبات فنية في الملعب وكمان تنفيذ بعض التاكتكس. خلوني كمان أقول لكم إنه الفريق غدا هيكون عنده آخر مبارياته وتجاربه الودية قبل انطلاق الموسم الجديد. المباراة دي هي هتكون الأقوى، لأن زي ما احنا عارفين إن مستر كولر كان حريص على عقد سلسلة من المباريات الودية ومتدرجة المستوى. مباراة غدا أمام طلائع الجيش هتكون المباراة الأقوى، إن شاء الله بقى فريقنا يقدم مستوى كبير جدا عشان نطمئن عليه قبل انطلاق الموسم الجديد. كمان بقى خليني اقول خبر صار لجميع الاهلاويه، وهو انه اللاعب فيرسي تاو خلاص بيأدي اخر مرحله في برنامجه التأهيلي، طبعا ان شاء الله خلاص بيتعافى من الاصابه ويرجع بقى مره ثانيه للمران الجماعي في الايام المقبله ويدعم صفوف الفريق في المرحله القادمه. يعني ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للالعاب الاخرى ونبدا بكره اليد. بعثت رجال كره اليد خلاص غادرت الصبح لتونس برئاسه طبعا المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، استعدادا بقى للبطوله الافريقيه واللي منافساتها هتكون من يوم 28 سبتمبر وهتستمر حتى 10 اكتوبر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، الحقيقه ان هم عندهم مباريات مهمه جدا في شهر اكتوبر. بعد البطوله الافريقيه كمان هيكون عندهم بطوله العالم للانديه او السوبر جلوب واللي هتقام في السعوديه في شهر اكتوبر بالتحديد من يوم 17 اكتوبر حتى يوم 24 اكتوبر، طبعا كلها مباريات مهمه جدا. ان شاء الله رجال كره اليد يكونوا على قدر كبير من المسؤوليه ويقدروا يحسموا البطولات لصالحهم. ننتقل بقى دلوقتي لشباب كرة اليد 2002 اللي قدروا يحققوا الحقيقة فوز غالي جدا على الزمالك على صالة الزمالك ضمن منافسات دوري المرتبط للمحترفين. المباراة انتهت بنتيجة 28-27، المباراة الحقيقة شهدت منافسة شرسة جدا بين الفريقين، لكن شباب كرة اليد قدروا يحسموا المباراة لصالحهم وكانوا على قدر كبير من المسؤولية. يعني الفوز طبعا على الزمالك بيكون ليه طعم خاص جدا، طبعا ببارك لهم وببارك لجهاز كرة اليد بالنادي الأهلي. استكمالا الحديث عن الألعاب الأخرى خلونا دلوقتي نروح بقى للعبة كرة السلة. وسيدات كرة السلة أمس حققوا فوز على فريق مصر للتأمين وثالث جولات بطولة منطقة القاهرة، قدروا يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 99-40. المباراة كانت بتقام على مركز شباب الجزيرة، والحقيقة أنه سيدات كرة السلة عملوا مباراة كبيرة جدا، كانوا مسيطرين على جميع مجريات المباراة وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم. غدا إن شاء الله هيكون عندهم مباراة ايضا امام فريق الزهور وهتكون على ملعب الغابه، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق.
خلونا بقى نروح دلوقتي لرجال كرة السلة. رجال كرة السلة غدا هيكون عندهم التجربة الودية الأخيرة قبل بطولة العربية. مباراة هتكون أمام فريق سموحة، يعني الفريق خلاص هيغادر للكويت يوم 3 أكتوبر، ومنافسات البطولة هتكون من يوم 5 ل 15 أكتوبر. طبعا عندهم دوافع كبيرة جدا، عايزين يحافظوا على اللقب للسنة الثانية على التوالي. كمان معانا خبر متعلق بشباب كرة السلة 18 سنة، واللي قدر يحقق فوز أمس على فريق القاهرة بنتيجة 66-11. ده كان ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، لأن هم كمان عملوا مباراة كبيرة جدا، كان في سيطرة كاملة على جميع الأشواط وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم بفرق بوينتس كبيرة جدا. يعني طبعا ببارك لهم إن شاء الله يستمروا بنفس الأداء. اخيرا بقى خلونا نروح للعبه كره الطايره والفريق الاول لكره الطايره. امس اعلن التعاقد مع اللاعب الكوبي ياندر جارسيا، يعني اللاعب وصل امس للقاهره وتعاقد رسمي خلاص مع النادي الاهلي، واجتاز كمان الكشف الطبي. طبعا يعني بنتمنى له كل التوفيق مع رجال كره الطايره، ان شاء الله يقدم مستوى كبير جدا مع الفريق ويدعم صفوف الفريق في الموسم القادم. يعني دي كانت ابرز اخبارنا. كمان هواندو يا كريم، زي ما عودناكم دايما خلونا ننقل لكم الاجواء داخل النادي الاهلي. الاعضاء بداوا التوافد على النادي منذ الصباح الباكر، كمان معظمهم بيمارسوا الرياضه. درجه الحراره دلوقتي 33، وطبعا عدد الاعضاء بيزيد على مدار اليوم. يعني دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي النهارده. معاكم طبعا لو عندكم اي استفسارات. يعني بعد كل اللي انت قلتيه ده، يعني تغطيه اكثر من رائعه. شكرا ليكي جدا يا هنا.